السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي المتتبعات والمتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا بأحوال جيدة، وانتوما كتشاهدوا الفيديو ديالي إن شاء الله. اليوم غنطرق لكم الأول درس في مجال الخياطة، اللي هو كيفية أخذ المقاسات، واللي هو هذا الدرس هذا ضروري، هو الأول خاصنا نتعلموا ليه ونفهموه، لحقاش منه غادي نبداو نتعلموا نخيطوا إن شاء الله بحول الله. وبلا ما نطول عليكم نمشيو نبداو الدرس. دابا هنبداو الدرس ديالنا ان شاء الله. هنحتاجو السنتيم هذا والستيلو ومذكره فاش نسجلو المقاسات ديالنا، لحقاش ان شاء الله بحول الله. دابا الدرس الاول هناخدو المقاسات، والدرس الثاني ان شاء الله هنديرو كيفيه تقسيم هاد المقاسات، لحقاش ملي كناخدو هاد المقاسات ضروري نقسموهم باش يمكن لينا نحطوهم على التوب. مايمكنش تاخد المقاسات ديريكتومون وتحطوهم على التوب، مايمكنش. دونك هناخدو المقاسات في هذا الدرس هذا، والدرس الثاني هنديرو كيفية تقسيم المقاسات، ونبداو على بركة الله. وأول قياس هناخدو وهو قياس الكتف، عرض الكتف، وكنبداو من فوق يد هادي حتى الفوق يد الثانية، كما كيبان لكم فوق اليد الثانية، فوق اليد هادي حتى فوق يد الثانية، وهذا هو عرض الكتف، وكنسجلوه. دابا غنمشيو لمحيط الصدر، محيط الصدر كندورو السنتيم بحال هكدا على الصدر، على الصدر، وكناخدو القياس اللي عطانا، كنسجلو القياس اللي عطانا بحال هكدا، كناخدو قياس الصدر كندورو على الصدر بحال هكا، وكنسجلو القياس اللي عطانا. دابا غنمشيو لمحيط الخصر، محيط الخصر هو اللي هو تحت الصدر، اللي هو هنايا، هذا هو محيط الخصر كما كيبان لكم، هذا هو محيط الخصر، وكندورو السنتيم بحال هكذا، كناخدو القياس اللي عطانا، هذا محيط الخصر، وكنسجلو القياس اللي عطانا. دابا غنمشيو لطول الخصر، طول الخصر كيبدا من تحت العنق هنايا، المكان فاش شدينا المحيط الخصر اللي هو هنا، محيط الخصر شدينا هنايا، وهذا هو الطول ديالو من تحت العنق الى هنا، وكنسجلوه. دابا غنمشيو للمحيط الحوض، محيط الحوض اللي هو كيكون هذا هو محيط الحوض هذا، وكندورو السنتيم ديالنا بحال هكا، ندوز انا بشويه باش يبان لكم، هذا هو محيط الخصر، هذا هو محيط الخصر، وكنسجل القياس اللي عطانا. كنمشيو لطول الخصر، طول الخصر كناخدوه من تحت العنق، لا من تحت العنق الى البلاصه فاش شدينا محيط الخصر، باش يعطي لينا طول الخصر، وكنسجلوه. دابا غنمشيو اليد، اليد كيبدا الطول ديالها من هنايا، من فوق اليد من هنا، وكناخدو القياس اللي بغينا، كنبغيو القياس اللي بغينا في الطول ديال اليد، المهم هو انه كيبدا من هنايا هكدا، وكنشدو بغينا كم كامل اولا نص كم لا تروا كار، القياس اللي بغينا، وكنبداو من هنا. كذلك الطول، الطول كنبداو من هنايا من فوق الكتف وتحت العنق، كنحطو السنتيم ديالنا بحال هكدا، وكندوزوه من فوق الصدر، وكنشوفو القياس اللي بغينا في الطول، طول ديال الشوميز او طول فستان طويل، كناخدوه من هنايا، من هنا فوق الكتف وتحت العنق، وهادو هما القياسات اللي كنحتاجو باش نفصلو البياسه اللي بغينا ان شاء الله. حتى هنايا كنكونو سالينا الدرس الاول اللي هو كيفيه اخذ المقاسات، وان شاء الله بحول الله الدرس الثاني غادي نطرقو لكيفيه تقسيم هاد المقاسات اللي خدينا باش يمكن لينا نحطهم على التوب. تهنا نكون سالينا الدرس ديالنا، وان شاء الله نتلاقاو في الدرس الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.